أخبار اليوم. استاذ حمدي مصلحي، بنرحب بحضرتك المشرف على الانتخابات لاخبار اليوم، وبنقول لحضرتك حضرتك شايف العرس الانتخابي النهارده في اخبار اليوم الدنيا ماشيه ازاي؟ والله الحقيقه ان الامور ماشيه وبمنتهى الشفافيه وبدون تدخل لا من الاداره ولا من مجلس الصحافه. كل الامور قدام الناس، المكان واسع والمكان والمؤسسه الحقيقه قدمت كل شيء وكل تسهيلات لان العمليه الانتخابيه تجري في منتهى السلاسه وفي منتهى يعني الشفافيه ومنتهى الود والاحترام للقائم بهم زمايلنا المرشحين. واتمنى انها تنتهي على ما بدات عليه، انتهت بود وشفافيه وبصداقه بين الكل، تنتهي على هذا الوضع ان شاء الله. شايف نسبه المشاركه اللي عاملين بمؤسسه اخبار اليوم السنه دي زي المره اللي فاتت ولا؟ انا بتوقع ان المشاركه تزيد عن 80% من عدد العاملين. انت في ناس بتشتكي من ان مفيش طوابير وفي مكان للستات، طوابير للستات وبتاع. لا، هو اذا كان في طوابير للستات ممكن نعمل طوابير للستات، ولكن ان هي الستات عددهم قليل، انما ممكن نوصي زمايلنا في الامن انهم يعملوا فعلا طابور للرجاله وطابور للستات. تمام. العمليه الانتخابيه افضل من الاهرام ولا؟ الاهرام العاملين في مجلس الصحافه واعضاء مجلس الصحافه المشرفين على الانتخابات في الاهرام بدأوا العمل الساعة 8 و10 وأنهوا تاني يوم الساعة 10، يعني بعد 30 ساعة عمل وعمل شق في ظروف في منتهى السوء. في منتهى السوء بسبب سوء تصرف العاملين في الأهرام. بسبب سوء تصرف العاملين في الأهرام من ناحية إيه؟ يعني كان إيه سوء التصرف في التنظيم في الدعاية؟ لا، هي أمور المشاكل حصلت بعد انتهاء الانتخابية وأثناء الفرز. هل هناك من الاجراءات تلاشي هذه الاخطاء في الاهرام؟ والله المجلس هياخد اجراءاته اكيد، مجلس الصحافه بيرس الكلام، عارف رئيس المجلس هياخد اجراءاته، لان الامر وصل الى ان احنا نلجا للشرطه عشان الناس تخرج، العاملين في المجلس يخرجوا. بعد اليوم النهارده هنعرف نتيجه الفائز ان شاء الله بتعاون زمايلنا المرشحين يا عم المرشحين، ولا تدخل في الفرز الا المرشحين. بعدها انا بوعد بعدها بثلاث ساعات تعلن النتيجه ان شاء الله. شكرا يا استاذ حمدي.